إذن تطورات كبيرة تشهدها الساحة العراقية مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بضيفينا من جديد الأستاذ عمر الجنابي وكذلك الشيخ علي فارس الدليمي. لو بدأت معك أستاذ عمر بسؤالنا المعتاد في استديو التاسعة، بناء على التطورات التي تحصل في العراق الآن، هل من عنوان مناسب بتقديرك؟ يعني الذي يحدث هو صراع السلطة والزعامة. صراع السلطة والزعامة؟ نعم. من يمثل السلطة؟ هو من يريد السلطة، ومن سيحكم، ومن سيقبض على السلطة خلال الأربع سنوات المقبلة، هل هم الإطار التنسيقي أم التيار الصدري؟ على اعتبار أن رئاسة الوزراء حسم أمرها منذ مؤتمر لندن 2002 أو رئاسة الحكومة إلى المكون الشيعي في العراق، وبالتالي من سيحكم العراق من المكون الشيعي أو من الأحزاب الشيعية خلال الأربع سنوات المقبلة؟ هل هم التيار الصدري على اعتبار أنهم الآن أقرب إلى طائفة داخل هذا المكون، أم هم الإطار التنسيقي متمثلاً بالفصائل المسلحة والأحزاب الشيعية الأخرى التي تهرب من محاولة الصدر للسيطرة والهيمنة على نظام الحكم أو حصة الشيعة في الحكم، على اعتبار أن نظام الحكم في العراق هو مقسم بالطريقة التي اعتمدها العرف السياسي بعد 2003، رئاسة الحكومة إلى المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان ومجلس النواب للمكون السني، وكذلك رئاسة الجمهورية إلى الكرد. بالتالي هناك حصة للمكون الشيعي يريد تيار شيعي الاستحواذ عليها، أي أن الصراع، كل الصراع الدائر الآن هو صراع سلطة وزعامة. الطرفان لديهما فصائل مسلحة ونفوذ داخل الدولة، وهذا الخطير، واللعبة أصبحت في الشارع أيضا، وهذا كلام مهم سنفصل فيه أكثر، لكن خلينا نأخذ أيضا رأي الشيخ علي فارس الدليمي. مرحبا بك من جديد شيخ علي، كيف تنظرون إلى ما يجري في العراق الآن؟ ما هو تقييمكم لما يجري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ علاء ولضيفك الكريم ولجمهوركم الكريم، حياكم الله. أخي العزيز، أن اللي دا يحصل بالشارع العراقي نعطيه شقين. شق ثوار تشرين اللي هم طالبين بتغيير النظام السياسي بالكامل، واللي طلعوا عام 2019 في ثورة تشرين عام 2019 وطالبوا هذه المطالب المشروعة بتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي وإلغاء البرلمان وإلغاء كل العملية السياسية برمته وتغيير كتابة الدستور، ولكن جوبهوا بالقتل وقدموا أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح ومعاق. التيار الصدري لأنه يمتلك قوة عسكرية وميليشيات عسكرية، لم يستطع أحد أن يتجاوز على المتظاهرين السلميين عندما دخلوا إلى البرلمان بكل سلاسة. جسر الجمهورية لم يتجاوز يعني 10 دقائق عبوره بأيديهم عندما دخلوا البرلمان. يعني هذا فد شيء واضح، يعني ماكو واحد يقدر يواجههم لأنهم قوة على الأرض. لكن التشرينيين لا حبل ولا قوة، أبناء الشعب البسطاء الفقراء الذين انتفضوا من أجل الحصول على فرص عمل، من أجل تغيير الواقع الاجتماعي، من أجل تقديم الخدمات، من أجل كثير من المتطلبات طلعوا من أجلها، من أجل استعادة وطن مسلوب الإرادة ومسلوب القرار. العراق لحد الآن ما يمتلك السيادة والاستقلال يا أخي، منذ عام 2003 ولحد الآن. احنا كنا نتأمل أنه السيد مقتدى الصدر عكس ما قام به عام 2016 من مظاهرات ودخل المنطقة الخضراء، ولكن ولم يغير النظام. احنا كنا نتأمل في هذه المرحلة ان يكون تغيير النظام جذري، مثل ما قال شلع قلع، هو هذا الحل الوحيد للقضية العراقية. ولكن الاخبار اللي جاي توصلنا اليوم انه صار اتفاق على انه 9 وزارات للتيار الصدري، ووكلاء الوزارات باجمعها الى التيار الصدري، والهيئات الخاصة كلها للتيار الصدري. لا، مهمة هذه شيخ علي، يعني عدنا إلى منطق المحاصصة، ستخبرنا بما لديكم من معلومات، هذا مهم الكلام جداً.